السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض التوست الأبيض بطريقة سهلة جدا وبسيطة وسريعة، وكمان هقول لكم إزاي تحفظوه في الفريزر وإزاي نحمصه لو عايزين محمص بطريقة سهلة وسريعة جدا ومقادير بسيطة. بص، من جوه طري جدا، عندها المقادير نص كيلو دقيق منخول يعني 4 كوبايات، عليهم معلقة كبيرة خميرة فورية، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر أو محسن خبز، معلقتين كبار سكر، رشة ملح، ممكن كمان نحط لهم معلقتين كبار لبن باودر. هنقلب كويس قوي الدقيق والسكر والخميرة والبيكنج باودر ورشة الملح بالشكل ده كده. ودلوقتي بقى هحط عليهم 4 معالق كبار زيت، على كل كوباية دي معلقة كبيرة زيت. تمام، بعد كده بقى هبدأ ان انا ادخل الدقيق ده جوه زيت كويس جدا، ممكن زبدة بس الافضل زيت. بصوا كده اهو، بدخل الدقيق كله جوه الزيت قبل ما احط اي مية. تمام كده خلاص، هعجن بقى دلوقتي، ممكن ميه دافيه او لبن دافي، انا هعجن بميه عاديه. هحط كده في الاول كوبايه، وبعد كده لو احتجت هزود تاني. احتجت 1.5 كوباية على 4 كوبايات دقيق. اهم حاجه نحط الميه شويه شويه وتكون ميه دافيه، ومعلقه كبيره كمان خل ابيض، بيخلي التوست هش جدا ومش بيخليه ينشف. وهنكمل عجن لمده 10 دقايق. تمام، بصوا العجينة عاملة ازاي، بقت طرية جدا ولسه مكمل فيها عجن. تمام كده اهو، زي ما قلتلكوا 10 دقايق بإيدينا أو بالعجانة ممكن 5 دقايق. كده خلاص، بصوا خلصت عجن. بصوا بقى العجينة عاملة ازاي، طرية وتمط كده في ايدي. بصوا ازاي، هوريكوا دلوقتي، شايفين؟ ممكن تخمروها ممكن لا، انا مش هخمرها، انا بخمر التوست مره واحده بس. معايا قالب بتاع الانجليش كيك ده، الحجم اللي هو الكبير اكبر حاجه، دهنته زبده عشان ما يلزقش، لازم زبده او سمنه، ما يكونش زيت. تمام بالشكل ده كده. وهنجيب التوست نفرده فرده بسيطه عشان اعمله رول واحطه فيه. ممكن تخمروا العجينه الاول وممكن تخمروها مره واحده بس. انا بعمل ايه، بفرده كده دلوقتي عشان عايزه يبقى رول، وهحطه في القالب وهخمره مره واحده بس. بصوا كده اهو، خلاص لفيته رول زي اللي فيه بالظبط، ونفس العجينه على فكره، وهقفله بس من تحت الاول، وبعدين هحطه في القالب. وبعد ما احطه في القالب هغطيه واخليه يخمر لحد ما يملى القالب، يعني هو هتلاقوه تلت القالب تقريبا. بصوا كده هغطيه بالستريتش واخليه يخمر في مكان دافي. انا اخد معايا ساعه، اهم حاجه ان هو يتضاعف ويملى القالب. تمام خلاص كده، دلوقتي بقى هغطيه واسيبه يخمر. هنا بعد ما خلاص التوست عندي اختمر واتضاعف في الحجم زي ما قلت لكم، انا كنت مغطيه بالستريتش عشان وشه ما ينشفش. كده اهو، هدم بقى وشه، ممكن تدهن وشه بلبن باودر مع مية، ممكن لبن عادي وممكن زيت. أنا هدهن بلبن عادي، ومشغل الفرن على حرارة 200 عشان أدخله الفرن. ممكن تحطه على وشه سمسم أو حبة البركة، أو ممكن تخلوه سادة. هنا خلاص دهنت وشه باللبن، دخلته بقى الفرن على حرارة 200 زي ما قلتلكم، أخد معايا ربع ساعة. أول ما خرج عملته كده بالفرشة بمية وغطيته في فوطة، لازم يطرى معايا، ولازم لما اقطعه يكون التوست بارد، لان لو قطعته سخن هيفرول معايا. بصوا طري جدا ازاي، هقلبه بقى وهقطعه. بصوا القلب بعد ما قلبته مش لازق خالص، لانه زي ما قلت لكم كان مدهون بالزبده مش بالزيت. هقطع بقى دلوقتي، الشكل ده كده اهو. لو حابين تحمصوه بعد ما نقطعه شرايح نحطه في صاج وندخله الفرن، بياخد تقريبا
نص ساعة أو أقل من نص ساعة شوية، يعني الفرن ده بيبقى هادي عشان ما يتحرقش يتحمص، عشان كده بياخد شوية وقت. بصوا شايفين عامل ازاي؟ أهم حاجة لو اتحمصوه يبقى الفرن هادي جدا، لأن لو اتحمص الفرن سخن هيتحرق. الفرن يبقى هادي جدا، بصوا كده أهو. لو حابين تحفظوه بعد ما يتقطع معاكم كده بالشكل ده، نحطه في كيس وندخله الفريزر. لما يطلع من الفريزر ندخله الميكرويف دقيقة، هيرجع تاني زي كده بالظبط، هش جدا وطري جدا، ومقادير بسيطة وسهلة، وخمرناه مرة واحدة بس. بصوا النتيجة عاملة ازاي، أتمنى تجربوه إن شاء الله ويعجبكم. ناجح جدا 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 ومقاديره بسيطة، وإن شاء الله المرة الجاية هعملكم توست الأسمر اللي هو بالدقيق الأسمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.